مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب قبل ما نبدأ موضوع حلقة النهاردة حابب أوجه مجرد تحذير مهم جدا جدا كلمة الرب بتقول أن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور في كورنثوس الثانية أصحاح 11 وعدد 14 وكلنا يعرف انه هدف وغاية الشيطان هو ان يقتل ويذبح ويهلك وزي ما قال عنه الرب يسوع فهو كذاب وابو كل كذاب لهذا نرى كثيرين من ابناء ابليس يمارسون الكذب والخداع بكل اشكاله والغاية العظمى عندهم هو خداع البسطاء والسذج ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك او الانستغرام وغيرها انتشرت ايضا صفحات لاشخاص وهميين ينتحلون لقب اسوس او كهنه ويستخدمون اسماء مسيحيه معروفه او اسماء مسيحيه لمجرد الدلاله على انهم مسيحيين ويضعون ايات من الكتاب المقدس وبعض التعبيرات المسيحيه حتى يخدعوا البنات والسيدات المسيحيات في مصر والعالم العربي بيستغلوا سذاجه البعض وللاسف اقول وعبط البعض الاخر ويستدرجونهم حتى يتحدثوا عن مشاكلهم الشخصيه ويطلبوا منهم صور شخصيه حتى يضعوها كما يقولون على المسبح ونصلي لأجلك ولأجل البركة والرب أبعت لنا رسالة ليكي والرب بيقولك إلى آخر هذه الأمور وأنه الرب كشف لي أنه معمول لك عمل فابعتي لي من فضلك كذا وكذا وكذا علشان أصلي لأجل هذا الأمر كل هذا الكلام كلام كذب ولا يمكن أبدا لكاهن أو أسيس مدعو من الله أن يقول ويفعل هذه التصرفات والكهنه ما بيتكلموش على السوشيال ميديا ولا بيعملوا مشهوره على السوشيال ميديا الكاهن له كنيسه بيرعاها وله شعب بيرعاه فلو عندك مشكله معينه من فضلك روحي وتكلمي مع الكنيسه لكن هؤلاء الذين يستغلون مجرد معلومات الواحد او البعض يضعها على السوشيال ميديا وبعدين يبدا يستدرج السذج منهم ويبدا يدعوهم ايضا الى يعني تعالي على الخاص ونتكلم على الخاص وأقدم لك المشورة على الخاص كل هذا الكلام هو كلام شيطاني كلام كذب كلام خداع الهدف منه هو أن يخدع كل بنت وكل سيدة مسيحية وعش كده احنا من على هذا المنبر من على منبر قناة الحياة بوجه تحذير من فضلكم ما فيش كهنة بيعملوا كده من فضلكم يا إخواتي يا بناتي يا أخواتي من فضلكم توخوا الحذر الشديد مع كل شخص لا تعرفونه على السوشيال ميديا ومش بس بوجه هذا التحذير إلى السيدات المسيحيات لكن كمان بوصله إلى كل أخت غير مسيحية ملتزمة عفيفة محبة لبيتها ومحبة لأهلها مفيش حاجة اسمها على الخاص أي حد يطلب أنه يكلمك على الخاص اعملي له مباشرة بلوك شليه من عندك لأن هناك ذئاب خاطفة بتتربص الفريسة بكل ناحية هو قاعد ورا الكمبيوتر مجرد انه بينتهز الفرصه لكي ما يخدع يضل يكذب يهلك وفي الاخر يمسك عليكم زلات وفي الاخر يطلب ما يريد هو ان يطلبه. انا بوجه كاخ وكاب ليكم هذا التحذير من فضلكم كونوا حكماء بلاش البساطة والسذاجة. بلاش البساطة والسذاجة، كونوا حكماء ولا تشاركوا أموركم الخاصة مع أشخاص ما بتعرفهمش. ولا ولا هما قريبين منكم. مهما كان ومهما كان حاطط صورة كاهن أو حاطط صورة أسيس أو كاتب آيات أو غيره. الشيطان نفسه. بيقدر يغير من شكله الى صوره ملاك نور، الرب يحميكم ويحفظكم ويعطيكم حكمه ووعي روحي في كل اموركم. طيب. اجي الى موضوع حلقه النهارده. وموضوع حلقه النهارده موضوع يعني بقالي فتره بصراحه بفكر فيه و وبجهز له لانه موضوع مهم وفي نفس الوقت موضوع نحتاج الى ان احنا نقف ونتكلم عنه شوية موضوع هو حلقة اليوم عن المسيحية والقضايا الجنسية او خلينا اقول بشكل اخر خلينا بس افتح الباوربوينت عندي هنا ون وي طيب المسيحية أو الجنس في المفهوم المسيحي الجنس في المفهوم المسيحي من القضايا المهمة جدا جدا وهناك هوس معين في بلادنا وفي الغرب وفي أيضا الشرق هوس بالقضايا الجنسيه هوس بالجنس في فعلا هوس جنسي موجود حتى حتى دلوقتي حتى لو انت هتشتري درينك معين او مشروب معين لازم يحط يعني اعلان يعني يثير الرغبات هتشتري عربيه يحط اعلان يثير الرغبات يعني انا ما اعرفش ايه علاقه العربيه اللي بيعلنها في الجريده مع مثلا بنت اموره واقفه جنب العربيه وكانه بيقول لك لو خدت العربيه هتاخد معاها دي وهنا ده عالم الدعايه، عالم الدعايه عالم رهيب جدا، عالم بيصرف عليه التجار ملايين بل بلايين الدولارات علشان يوصل البضاعه بتاعته ليك، وبيستخدم كل الرغبات والدوافع اللي عندك علشان يثير عندك الرغبه في انه تشتري دون، ولو ما اشتريتش ديًا يبقى ناقصك حاجه، يبقى انت مش انسان كامل. فالهوس الجنسي في عالمنا العربي وفي ايضا العالم الغربي اخذ منحنى خطير جدا بالاخص بعد الانترنت وبعد السوشيال ميديا وبعد وسائل التواصل الاجتماعي اللي كلنا عارفينها عشان كده هاخد اكتر من حلقة وحاب احط لحضراتكم الموضوعات اللي انا حابب اتكلم فيها فهو مش مجرد حلقة واحدة يمكن النهاردة هتكلم فقط عن مفهوم الجنس والزواج في المسيحية وهاخد حلقة بعدين يعني في حلقات أخرى عن الزواج بالأخص كمفهوم لكن هتكلم عن الجنس في المسيحية فهاخد أول حلقة النهاردة هتكلم عن الجنس في الكتاب المقدس وبعدين هتكلم عن ماذا عن الشذوذ الجنسي بيقول الكتاب هل الشذوذ الجنسي ده مرض او هو خطيه؟ واذا كان خطيه فكيف ينظر الله الى آآ آآ هذا الامر؟ وماذا يجب علينا كمؤمنين ويمكن كمسيحيين؟ والشذوذ الجنسي ما بقاش النهارده مختص او مرتبط بس بالغرب، الشذوذ الجنسي مليانه بلادنا العربيه من الشذوذ الجنسي، ارقام رهيبه، احصائيات غير عاديه حتى يعني يمكن كلنا يعرف انه بدات الاعلام اللي هي اعلام الريمبو او قوس قزح اللي بتشير الى الشواذ جنسيا حتى تستخدم في بعض الحفلات وفي بعض الاماكن وعندنا في مصر يمكن حادثه او اكثر من حادثه عن هذا الامر. ماذا يقول الكتاب المقدس عن الشذوذ الجنسي؟ ماذا يقول عن التحول الجنسي؟ يمكن ايضا التحول الجنسي مع 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 الايام هذه بسهوله جدا اصبح اشخاص في بلاد عربيه بسهوله ممكن يتحولوا ايضا جنسيه كما هو في الغرب هذا الامر ما هي بقى خطوره الافلام الاباحيه والاحصائيات بتاعه الافلام الاباحيه مش ممكن ابدا تتخيلوها وبالاخص ما يرتبط بالعالم العربي فأعلى نسب مشاهدة أعلى عشر بلاد من ضمن عشر بلاد الليستة بتاعت أعلى عشر بلاد من ضمن هذه الليستة بلاد عربية هنتكلم عنها في, في الأفلام الإباحية وماذا, وماذا تؤثر هذه الأفلام ومشاهدتها على الفرد وعلى أخلاقياته وعلى الأسرة وعلى المجتمع أنت مش بس بتتفرج على فيلم، أنت ده سلسلة من التدمير بتبدأ بيك وبتبدأ بالأسرة وبتكمل مع الأسرة وبتكمل في المجتمع. تدمير رهيبة جدا، هذه الأفلام الإباحية اللي بيصرف عليها العالم يعني أكثر من 100 بليون دولار أو مليون 100 بليون دولار آآ آآ سنوياً لمجرد الترويج لها وجعل الناس بسهوله يتفرجوا عليها كل هذه قضايا جنسيه كل هذه مشاكل جنسية نحتاج ان احنا نتكلم عنها ونتكلم عنها بالتفصيل مفيش امر نقدر ان احنا نقول ما نتكلمش عنه كل امر اتكلم عنه الكتاب نحن مطالبين نتكلم الكتاب بكثير جدا بمفهوم الزواج وعن العلاقة بين الرجل والمرأة وكلم ايضا عن العلاقات الشاذة وعن الزنا وعن الفحشاء وعن الفجور وعن الشواذ فاحنا ايضا ينبغي ان نتحدث عن هذه الامور الجنس في المفهوم المسيحي دي اول حلقه من حلقات من هذه السلسله المتعلقه بالجنس بالمسيحيه والقضايا الجنسيه المعاصره يعتبر موضوع الجنس يعتبر موضوع الجنس من الموضوعات الشائكه والتي يجب ان نتناولها بحذر ووعي شديدين احنا بنتكلم عن موضوع مهم نتكلم عنه ونشوف ماذا يقول الكتاب مشاكل كثيره بنصاب بيها لان احنا ما بنعرفش الكتاب المقدس قال ايه عنها ما بنعرفش ايه التعاليم الكتابيه اللي الرب قالها عن هذا الامر عشان كده مهم جدا ان يكون منطلقنا المنطلق بتاعنا في كل الموضوعات اللي بنتناولها زي ما اتكلمنا في مره عن الاجهاض وخدنا ازاي الكتاب المقدس بينظر الى الجنين قبل ما يتولد وكان مفهوم مفهوم مهم جدا انه كلنا نعرف كيف ينظر الله الى الجنين هنا ايضا ازاي الله بينظر الى العلاقه بين الرجل والمراه. تحتل البلاد الإسلامية العربية قمة القائمة الدولية التي تتعرض فيها المرأة للتحرش الجنسي يعني بحسب هذه القائمة بتأتي أفغانستان رقم واحد ومصر للأسف رقم اثنين تحرش الجنسي تحرش الجنسي في المواصلات تحرش الجنسي في العمل تحرش التحرش الجنسي في الشارع النهاردة يعني كل أب أو أو كل زوج آآ آآ عنده يعني بيخاف على على زوجته بيخاف على بناته من التحرش الجنسي. وللأسف القانون المصري قانون ضعيف جدا. قانون يحتاج إلى إعادة التقييم وإنه يجعل العقوبة شديدة جدا على كل من يتحرش بالنظر أو باللمس أو بالفعل. على كل امرأة أو على كل سيدة المشكلة مش في السيدة زي ما دايما العالم الإسلامي بيضع الحمل كله على المرأة أصله هي اللي لابسة هي اللي ماشية طب وانت وانت ايه ما عندكش سوريا يعني متحكمش في نفسك ده في في الغرب اذا طالت النظرة ممكن تلاقي البوليس بيقبض عليك والانسان اللي بيتحرش جنسيا بيتدمر حياته ومستقبله وبيته ووظيفته وتفضل طول, أو يفضل طول عمره هذه الجريمه او هذه الجنحه اللي عملها مرتبطه بيه البلاد الإسلامية اللي بتنادي بالأخلاق وبتنادي أنه يعني عندنا التدين كلما كل كتر التدين كلما كل للأسف الشديد ازداد التحرش وعلى فكرة التحرش ما بيفرقش ما بين محجبة وغير محجبة ما بين منقبة وغير منقبة لأن المتحرش عامل زي إنسان ما عندهوش أي تحكم في نفسه عالم الافلام الاباحيه موضوع اخر بيدمر زي ما قلت الفرد والاسره والمجتمع التجاره دي بتتجاوز قيمتها السنويه اكثر من 120 بليون دولار سنويا وتاتي البلاد العربيه ضمن اكثر عشر دول من حيث مشاهده الافلام الاباحيه منها السعوديه مصر مغرب ونتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل بيصبح ادمان للشخص يدمن هذه الامور كمان التجاره الجنسيه تمارس تحت مسميات اخرى في العالم العربي انواع الزواج المختلفه زواج المتعه زواج المسيار زواج المسافر آه زواج الاسره آه يعني الزواج العرفي كل هذه الامور اي زواج احنا في نظرنا في يعني في في من حسب وجهه نظري انا آه الانسان وبحسب ما بفهمه من كلمه الله اي زواج اخر غير الزواج المعروف المعلن الذي يرتبط الانسان بامراه واحده هو نوع من الزنا المقنن. فتلاقي ال 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 السياح العرب نازلين مصر هو عايز يزني بس ما يقدرش يبقى يزني لكن يعمل ايه؟ يروح يشتري واحده مسافر اصله يروح بس يتفق معاها انه يقعد معاها اسبوع وهيدي لها كذا وكذا وكذا. ده اسمه ايه؟ بنتحايل على مين؟ سوري يعني بنضحك على مين؟ ده اسمه زنا مقنن مجرد زنا مقنن له صبغه دينيه لكنه زنا لانه اي علاقه خارجه عن الزوجه اللي انت مرتبط بيها هي علاقه زنا سميتها مسيار سميتها آه وريفر الاسم اللي هتسميها ده اسمه زنا مقنن عشان كده في فيديو يمكن قديم شويه لكن بيتكلمنا عن عن الاسف هذه الزيجات او الزنا المقنن اللي مصبوغ بصيغه دينيه والمنتشر في العالم العربي هذه الايام خلونا نشوف فيديو فيديو الاولاني بيتكلمنا عن بعض انواع هذا الزواج زواج المسيار التسميه دي لانه في تعريف هنا لقيناه لقيناه لطيف قوي خلي بالكم من التعريف اللي بيقوله ده لانه مهم جدا زوجته في اوقات متفرقه ولا خلي بالكم من دي يستقر عندها طويلا يعني ايه؟ يعني هيروح في اوقات متفرقه لكن مش هتبقى ده مش هيبقى ده بيته ده مش هيبقى ده دي, دي شريكه حياته إيه خلاص تم الاتفاق على الاقل من وجهه نظر الازهر الشريف على انه حلال زيه زي الجواز العرفي. النقطة اللي انت قلتها وهو اباحتك للزواج المؤقت ومحدد المده اه اه وقلت ان الزواج المحدد ده بنجرب بعض نشوف هنقعد سنه آه. وممكن يحصل فسخ لهذا العقد. آه. على فكره اللي ال ال في هذا الراي الشيخ جمال قطب يعني جمال قطب قال ان جواز المتعه مش حرام وده كان موجود زمان. في الحقيقة الزواج العرفي منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب هو يطلق على الزواج غير الموثق أيوة هو هذا الكتاب دعوة إلى الفساد والفجور وأنا حزين وآسف جدا إن الأزهر واقع على هذا الكلام هو يو... ايه؟ هذا الكتاب في منتهى الخطورة لأنه بيبيح موضوع الزواج العرفي هو ده اللي يهمني في الموضوع يعني آه في في طبعا الزواج العرفي منتشر جدا في البلاد العربيه وبالاخص كمان في مصر مع ضيق الاحوال الماديه ومع تقدم العمر شباب كتير من حتى من سن الجامعه كل اللي بيعملوه بيجيب ورقه ويكتبها وانتهى الموضوع ده اسمه دمار للاسره ده اسمه زنا مقنن أنا ما أنا أنا مش بتكلم عن اقتناعك أنت بيه، أنا بتكلم عن وجهة نظري أنا ليه. بحسب ما أنا فاهمه من كلمة ربنا عن الزواج، وعن إزاي ربنا خلق الإنسان منذ البداية، وإنه إيه تكوين الأسرة وإيه شكل الأسرة وإيه تصميم الأسرة الإلهي اللي ربنا عمله منذ القدم. كمان في حاجة أخرى، كلنا نعرف عن حاجة بيسموها سيكس ترافيكنج أو هيومن ترافيكين هيومن ترافيكين اللي هي من تجاره الـ الـ السيدات يخطفوا اولاد او يخطفوا آه سيدات من بلاد فقيره ووصلوها لاوروبا او العالم العربي على انه شغاله ده كله تجاره تجاره للجنس الجنس السنة اللي فاتت إحصائية بتقول إن السنة اللي فاتت أكثر من 24 امرأة 24 مليون سوري 24 مليون امرأة وطفل السنة الماضية كانوا human trafficking وفي هيئات كتيرة جدا النهاردة بتحاول إنها توقف هذه الجريمة بتوقف هذه الجريمة 24 مليون الهوس الجنسي هدفه الاساسي هو تدمير روح الانسان. شوف ابليس مش هدفه جسد الانسان لكن هدفه روح الانسان. الجسد هيموت كويس لكن روح الانسان هي الباقيه وهي الهالكه الى الابد فالهدف بتاعه انه يهلك روح الانسان. الخطيه الجنسيه بتهلك روح الانسان. بتدمر نفس الانسان من يخطئ من يزني يخطئ الى جسده الى شريكه حياته وبالتالي يخطئ الى حياته كلها شهوات الجنسيه قال لنا الكتاب ان احنا نهرب منها لانها بتقتل الروح اللذه الجنسيه والشهوه الجنسيه التي ينغمس فيها الانسان تهلك روحه بتبقى استعبد الجنس استعباد الخطايا الجنسيه استعباد هي وسيله ايضا وعمل ابليس في العالم حتى انه يعمل ايه حتى يستعبد الانسان هو كل هدفه انه يستعبد الانسان الفحشاء والفجور موجودان بكل صورهما البشعه في كل المجتمعات الغربيه والمجتمعات ايضا الشرقيه، في الغرب هي نوع من التجاره والربح، اما في الشرق فهو مغلف بغلاف ديني ربط الارض والجنه بالجنس والحريات. وطبعا موضوع الحريات ده موضوع كبير جدا. لكن ازاي ازاي حتى الجنه مبنيه على الغريزه البشريه، مبنيه على الشهوه البشريه. انه انه الجنه كل ما فيها هو الاكل الشرب، طبعا الاكل ما كان محروم وما كانوش عندهم في الجزيره العربيه زمان من كل انواع الفواكه فهو حطها لهم ك في الجنه وبعدين الشرب طبعا ما كانش ايضا موجوده اللي موجود من الشرب في يعني منطقه صحراويه فحط حتى شرب الخمور والكؤوس الى اخره وبعدين الحريات بقى السيدات الجميلات الفتيات العذريات الجمال اللي هم لا بيكبروا ولا بيشيخوا وهيكونوا موجودين معاك الى الابد وانه يعني ال 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 انك تنام مع واحده ده يستغرق سبعين سنه فالجنه فيها ايه؟ ما فيهاش ربنا ما فيهاش القداسه ما فيهاش البر ما النزاهه كل ما فيها امور جنسيه وعشان كده خلينا نشوف فيديو بيتكلم عن الحريات والتخيل بقى بتاعه ما هو ده مش تخيل ده مبني على نصوص فهو بيكلمني من نصوص فنشوف الجنه والحريات في الجنه ان للعبد زوجتين وهناك حديث صحيح ان للعبد وسبعين زوج من الحور العين وهناك حديث ان العبد له عدد كثير لا يتخيله بشر في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في الجنه غرفه غرفه ان للمؤمن غرفه من لؤلؤه خلي بالكم خلي بالكم من اللي هنا هيقول لك المؤمن غرفه خلونا نشوف مساحه هذه الغرفه وفيها ايه هو ده المهم جدا غرفة عرضها 60 ميلا ده العرض الميل بس كيلو و6 من 10 يعني كيلو ونص 60 ميلا يعني حوالي 90 كيلو عرضها فما بالك بطولها يعني 90 90 كيلو متر 90 كيلو متر يعني يعني انا عايز عايز واحد راكب حصان علشان يقدر يروح رايح جاي في هذه الحجره. او ياخد اوبر يمكن لو تعب. غرفه آه من لؤلؤه مجوفه عرضها ستون ميلا له في كل ناحيه منها حور العين. بص كل ناحيه حين. يعني كل ناحية كل لما يلف يلاقي حور عين. كل اللي هو عايزه كل اللي, اللي يهمه في هذه الغرفه هو حور واقفين كده. انا عايزكم بقى تجيبوا ورقه وقلم معلش يعني في الحساب شويه نجيب ورقه وقلم ونشوف تكمله الفيديو لانه في بقى ايه حز... عمليه حسابيه اخرى هنحتاجها واحنا بن... بنسمع الجزء الثاني من الفيديو هم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا عدد كثير جدا ونعم الله سبحانه وتعالى لكل انسان مسلم في الجنه وخلوا بالكم من الابتسامه والقلب المنشرح اللي لما بيجيب سور يعني سيرة الحريات والكلام عنها ازاي بقى يعني قلبه بينشرح كمية السرور والسعادة بسبب اللذة الجنسية اللي هتكون موجودة فهاتوا ورقة وقلم واحسبوا مع هذا الشيخ لكل مسلم في الجنة حريتين هذا اقل شيء ده اقل حاجة كل ده اقل يعني اضعف الايمان معها الإيمان الحرية حلالك والوصيفة حلالك ولكل امراه من اهل الدنيا دخلت الجنه سبعين حوريه يعني انت لو 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 متجوز امراه واحده الامراه الواحده دي ليها سبعين حوريه تخيل بقى لو انت كمان متجوز اربعه يبقى اربعه في سبعين اول شيء امراه الدنيا هذه رقم واحد معها سبعين حوريه ثاني شيء الحرية وقف هنا وقف هنا وقف هنا من فضلك يا ال, ال, ال الولد الصغير ده اللي حاضر خليني بس اشوف الجزء ال يعني الصوره <applause> في ولد وراه على طول شايفينه ما يتعداش انه 8 9 سنين 10 سنين بالكثير بيسمع هذا الكلام بيسمع هذا الكلام ويبقى كل تفكيره اللي طالع عليه هو هو الامور الجنسيه الدنيويه والاخرويه يعني هذه الامور قاعد بيسمعها ده ما ده ابن الشيخ ولا يمكن قريبه عشان يقعد قريب منه بالشكل ده بيسمع هذه التعليم احنا بننشئ جيل كل تفكيره هو جنسي كل تفكيره كل ما يملا عقل الانسان المسلم العربي هو موضوع الجنس في الارض وفي السماء سبعين وصيفه الثالث الوصيفة فعندك واحدة زوجة زوجتك اللي في الدنيا ثم سبعين حورية معها حلالك ثم مع كل حورية سبعين وصيفة أصبح كما عندك من امرأة هذا أقل واحد ده أقل واحد لو فرضنا عندك أربع زوجات مع كل وحدة سبعين حورية مع كل حورية سبعين وصيفة كم صار الجميع أعانكم الله طبعا دي أعاننا الله، أعاننا الله على سماع هذا الكلام وعلى تصديقه وعلى تصديقه، فعايزين تعرفوا الهوس الجنسي سببه إيه؟ كويس؟ ده الهوس الجنسي إبليس عايز الإنسان يعيش في هوس لشهواته وملذاته على الأرض هنا وحتى في تفكيره الأبدي. وعشان كده لما جيب مره خالد الجندي وحاول إنه يعني يخرج بره موضوع الجنس في الجنه ده. وقال إنه مفيش جنس في الجنه، قامت الدنيا عليه وقلبوا الدنيا عليه، اضطر كمان يرجع لا 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 لا، ده ده في جنس في الجنه، أنا حطيت الـ 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 الفيديوهين دول ورا بعض عشان تشوفوا إلى أي مدى ما تقدرش ان انت تنزع هذه العقيدة من الفكر الاسلامي هنشوف الفيديو بتاع خالد الجندي يعني ادوات التناسلية انتهت وظيفتها انتهت وظيفتها المحاضرة دي ده البرنامج في اللي بيتكلم فيه الاولاني ما فيش علاقات جنسية في الجنة تبقى في علاقات جنسية في الجنة ما فيش علاقات جنسية بيأكدها. في الجنة ما فيش علاقات جنسية بالمعنى المعروف عندنا في الجنة ما تقيسش العلاقات الجنسية الدنيوية وتقول ان هي دي اللي هتقرر وتطبق في الاخرة انسى موضوع خالص العلاقات الجنسية او التولدتية اللي احنا عايشينها في الدنيا لان ده تعديل الـ الـ الاخره دي الاخره ما فيهاش عواطف انتهى الوضوح هنا لما لما الهجوم يعني اشتد عليه بسبب الـ الـ انه انكر انه ما فيش علاقات جنسيه في الجنه حتى الراجل يبان عليه الهم يعني من كتر الهجوم اللي اللي خده بسبب هذا التعليم فاضطر انه لا 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 انا بغير انا بقول ما اقدرش انكر لا انكر القران ولا انكر السنه كمل مع بعض اوقف انتهى الوضوح اولا نحن نثبت كل ما اثبته القران وكل ما اثبته رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نحن لا ننكر حديثا صحيحا ولا ننكر ايه من كتاب الله تبارك وتعالى ولا ننكر الحور العين ولا ننكر فواكه الجنه ولا ننكر كل نعيم الجنه الثانيه في حور عين في الجنه طبعا ده مذكورين في القران الكريم ده اللي ينكرهم كافر خارج من المله ربنا بيقولوا طيب بيعملوا إيه, ايه دول بيعملوا ايه في الجنه هدفهم ايه وجودهم ايه الغايه منه آه فيهن قاصرات الطرف اطراب حرم قصور وصفهم يعني قالك آه كواعب اطرابا وكواعب يعني اطرابا وصف, آه وصف جسدي, جسدي وصف جسدي طب ايه بقى طب هنعمل بيهم ايه هيبقى في متعه ومتعه جنسيه هقول تاني اهو في متعه جنسيه طيب انما مش بالضروره الطريقة التي نريد نمارس... طيب. نقف هنا نقف هنا يبقى اضطر إنه عيني يرجع إلى إلى قواعده سالمًا الهوس الجنسي اللي عايش في العالم النهاردة وأنا مش بتكلم على العالم العربي العالم العربي الهوس الجنسي هوس ديني أولاً وأخيراً العالم الغربي الهوس الجنسي موضوع آخر كويس سواء كتجارة سواء كاستهلاك كا رغبات الموضوع الجنسي مفيش إنسان ما عندهوش الرغبة الجنسية وعش كده الإبليس بيستغل هذه الرغبة استغلال شنيع لكي ما يهلك الإنسان جسدا وروحا ونفسا طيب عش كده مهم لينا نحن ناخد الوقت اللي جاي نتكلم فيه عن المفهوم المسيحي عن الجنس. ايه هو المفهوم المسيحي عن الجنس؟ وده عباره عن يعني تطعيم ضد الافكار الشاذه والافكار المضله اللي احنا بنسمعها هنا او هناك. اول حاجه بنعرفها من كلمه الله ان الرجل خلق بغرض الهي. وهو أن يكون زوج وأب لما ربنا صمم الإنسان صمم آدم خلق آدم بإمكانياته بأنه كذكر بأنه رجل لكي يكون له دور يناسب هذا ال الاحتياج أنه اللي ال الرب الدهولة الدهولة عشان يقوم بدوره إيه دوره؟ أنه يكون أب ويكون زوج والمرأة لما ربنا خلقها أيضا خلقها مختلفة عن الرجل لأن خلق المرأة أيضا له غرض أن تكون زوجة وأم وعشان كده الرجل والمرأة مختلفان والرجل والمراه يحتاجان الى بعضهما البعض. الاثنين الرجل والمراه متساويان في كلمه الله، الرجل والمراه متساويان في القيمه، لكن لكل منهما دور مختلف ولهذا خلقهما الرب مختلفين. هما متساويين في القيمه. امام الله الرجل والمراه متساويان في القيمه. الله خلق الاثنين بيحب الاثنين واعطى لكل واحد منهم دور وعشان كده الرجل له دور نحو المراه والمراه لها دور نحو الرجل ايضا. لما نيجي الى خلق الله للانسان بنيجي يقول الكتاب كده فخلق الله الانسان الله خلق الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض يبقى خلقهم وباركهم ومش ممكن ابدا تتحقق البركه دي الا من خلال العلاقه الجنسيه الحميمه بين الرجل والمراه. لما اجي الى الزواج كتصميم إلهي الزواج لم يكن أبدا في كلمة الله نظام اجتماعي اخترعوا مجموعة من علماء الاجتماع ولا هو نظام قبلي اخترعته قبيلة من القبائل الزواج هو تصميم إلهي أصيل منبعه ومصدره هو شخص الرب بل الذي قام بمراسيم أول زواج في الانسانيه كلها كان هو الله. كويس؟ عشان كده لو جينا للزواج نظام الاسره والزواج بين الرجل والمراه في الايمان المسيحي هو النظام الذي اوجده الرب قبل السقوط. مهم جدا ان احنا نفهم انه الزواج هو تصميم الهي حدث وتم قبل السقوط. وعشان كده هو دائم حتى بعد السقوط ومستمر الى اخر الايام لا يتغير ولا يتبدل هو التصميم الالهي اللي ربنا صممه للرجل وللمراه الجنس هو عطيه الله عطيه الله للرجل وللمراه عطيه الله للرجل والمراه ليكون جسدا واحدا من أجل هذا يترك رجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا لكن كمان مش بس للاستمتاع وليه أنه الاثنين يكونوا جسد واحد لكنه أيضا من خلال العلاقة الجنسية يتحقق بركة الرب للإنسان بالإثمار والإكثار وباركهم وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض يبقى في هدفين اساسيين للجنس في الكتاب المقدس. الهدف الاساسي ان يصير الاثنان جسدا واحدا. هو عطيه من الله، الهدف الثاني انه يثمروا ويكثروا. طب ممكن الهدف الثاني ما يبقاش موجود لاسباب طبيه او لاسباب خلق يعني الانسان مخلوق عليها، اه لكن ده ما يلغيش ابدا انه الاتنين ايضا جسد واحد من خلال الاتحاد انهم صار زوجا وزوجا زوج وزوجة بنلاقي اسر كتيرة بنلاقي كابلز كتير ربنا ما اولاد لكنه عايشين كزوج وزوجة سعداء الرب ما يحرم حد من هذه العطيه ونصلي انه لو في اي شخص او زوج وزوجة يعني بقالهم سنين محرومين من هذه العطية انه الرب يتحنن ويعطي لكم هذه العطية عشان كده يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا خلوا بالكم التعبير اللي هنا كلمه يترك كلمه مهمه يعني كلمه مهمه جدا كلمه يترك وكلمه يلتصق ولانه ولانه ترك ترك بيت ابوه وامه ترك انه يكون يعني اعتماده عليهم هو صار رجل البيت يترك ويلتصق ونتيجه للترك والالتصاق الاثنين بيكونوا جسد واحد ويؤكدان على أن الزواج وده بيأكد لنا على أن الزواج في الكتاب المقدس هو زواج دائم أقولها تاني الزواج في كلمة الله هو علاقة دائمة الطلاق هو بسبب شر الإنسان وسقوط الإنسان لكن الطلاق ليس من تصميم الله ولم يكن جزء من التصميم الاصيل الالهي للاسره كما اعلنه لنا الرب. اقول تاني الكلام ده. الزواج المسيحي هو زواج دائم هي علاقه دائمه في الفرح في الحزن في المرض في الصحه في الرحب في الضيق وإنه الطلاق ليس جزء من خطة الله للإنسان. فآدم بمفرده غير كافي عشان يحقق مقاصد الرب وحواء بمفردها غير كافية عشان كده يقول لنا الكتاب أن أن الرجل ليس من دون المرأة والمرأة ولا المرأة من دون الرجل يعني ما ينفعش انه الرجل لوحده يكون موجود من غير ما يكون فيه امرأة ولا المرأة الوحدة تكون موجودة من غير ما يكون فيه رجل تحقيق مقاصد الله وتحقيق بركة الرب وتحقيق الخطة الالهية اللي رب صممها تحتاج الى الرجل وتحتاج الى المرأة والرجل خلق في احتياج للمرأة والمرأة خلقت في احتياج للرجل معينا نظيره. طيب يبقى التصميم الالهي رجل واحد وامراه واحده والتصميم ده اكده الرب يسوع له كل المجد في كلامه في ماده 19 لما قال ايه؟ وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ لذا لو عنده اي سبب؟ ما يعني حرقت الاكل سابت سابت الرز على البوتاجاز وقعدت تتفرج على المسلسل لحد لما الرز اتحرق كويس خلاص ما بقتش تعجبني لأي سبب مردت مرضت أي سبب هل يحل الرجل أن يطلق امرأته لأي سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم خلوا بالكم من كلام الرب يسوع لأنه مهم جدا جدا أن احنا نفهم الجزء ده أما قرأتم ورح راجع بينا إلى سفر التكوين وأصحاح اثنين إلى التصميم الأصلي الالهي للزواج. اما قراتم ان ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. ده الزواج يبقى الرب يسوع لما حب يرد على الكتبة والفرسين وحب انه يرد على المفهوم الخاطئ عندهم للزواج والطلاق رجع لفين رجع للأوريجنال ديزاين زي ما نسميه رجع الى التصميم الاصلي زي ما يكون يعني عندك عندك بيت كويس والبيت ده ليه رسومات و والتخطيط الاصلي موجود، كل الرسومات بتاعته اللي اتعملها المهندسين موجوده واتقام عليها هذا البيت، لكن مع مرور الوقت حيطه وقعت، مطبخ اتدمر، مش عارف ايه اللي حصل، علشان ترجع بالبيت دون مره تاني الى التصميم بتاعه لازم ترجع ليه؟ ترجع للرسومات ليه الاصليه. للرسم الاصلي بتاع البيت. ده الرب يسوع هنا بيعمل كده، انه رجع الى التصميم الالهي الاساسي للزواج قبل السقوط وقال انه من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الزواج بقى بدا يتدهور بعد السقوط. بعد السقوط بنرى انحدار في كل ابعاد العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. بعد السقوط مباشره بنجد انه اول حادث لانسان او لرجل يتزوج امراتين، تعدد الزوجات. بنجد هنا تعدد الزوجات. يقول واتخذ لامك لامراته امراه، لاتخذ لامك لنفسه امراتين، اسم الواحده عاده واسم الاخرى صلة. كويس؟ أخذ لنفسه امرأتين ربنا لما خلق حواء خلق حواء واحدة لآدم ما خلقش اتنين لآدم فالتصميم الإلهي رجل واحد وامرأة واحدة وعشان كده التعدد هو خطية الإنسان التعدد هو نتيجة سقوط الإنسان التعدد ليس فكر الله نحو الزواج المسيحي وفي كل المرات اللي بنقرا عنها في الكتاب المقدس اه هتقول لي طيب ما انتوا عندكم تعدد زوجات في الكتاب المقدس ما ابراهيم كان عنده وداود كان عنده وسليمان عنده 700 امراه و300 جاريه وغيره وغيره اقول لك اه بس هذا ليس بامر الهي ولا بنص الهي لما الكتاب كلمني عن ابراهيم كلمني عن ابراهيم وصف لي حياة ابراهيم لكنه لا في كل ما قالوا عن ابراهيم لم يكن هو الكلام الالهي الابروفد او المسموء اللي ربنا قاله لابراهيم يعني ربنا ما قالش لابراهيم روح خد هاجر ده كلام سارة لهاجر ولابراهيم ربنا ما راحش لسليمان وقال له سليمان خد 700 زوجه ومن كل الامم والشعوب اللي حواليك خد امراه علشان تعمل بيها نوع من الفيدريشنز او نوع من العلاقات السياسيه بين بينك وبين البلاد المجاوره ربنا ما راحش قال لداود خد فلانه وخد فلانه وخد فلانه وخد فلانه التصميم الالهي رجل واحد وامراه واحده لكن لما الكتاب كلمني عن ان داود عنده اكتر من زوجه وان سليمان عنده اكتر من زوجه هو بيوصف لي حياه سليمان لكنه لا يعطيني ابدا اني افهم انه ده امر الله لسليمان لانه بسبب تعدد الزوجات هؤلاء السيدات املنا قلبه وعبدنا الأوثان وفي كل مرة اتخذ واحد من رجال الله أكثر من زوجة كان هناك مآسي ودينونة في بيته إبراهيم انتوا عارفين قصة إبراهيم وحصل انشقاق في حياة إبراهيم يعقوب نفس الحكاية داود نفس الحكاية سليمان اتدهورت حياته في الاخر وعبد الاوثان والانسان ما تعلمش بسهوله لما نقرا حتى كلمه ربنا نقرا انه الانسان اتعلم الدرس بعد فتره ويمكن بعد الرجوع من السبي البابلي سنه 539 نبدا نشوف في حياه شعب اسرائيل حياه شعب الله مره تانية انه عباده الاوثان بتختفي ومره تانية التعدد بيقل يعني حتى بعد السبي فكره انه عنده اكثر من زوجة يعني كتير بنقراها الكتاب وتاريخ شعب اسرائيل فتره صمت الوحي وكمان ايام الرب يسوع قليل جدا ولا يذكر انه كان للرجل اكثر من زوجة بس كانت فيه الفلسفه دي موجوده او التفسير ده موجود. لكن اللي اتعلموا بعد الرجوع من بعد ضربة الله ودينونة الله ليهم. وعشان كده التعدد في الزوجات في الاسلام هو هو فكر مش الهي. وفي اي ديانه اخرى تعدد الزوجات ليس هو الفكر الالهي. الفكر الالهي اهو هنا في كلمة الله. رجل واحد وامراه واحده. الناموس المساوي بقى والممارسات الجنسيه. ايه اللي قاله الناموس المساوي والممارسات الجنسيه؟ الناموس المساوي كان يعني قدم آآ 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 لغه شديده اللهجه جدا وتحذيرات شديده اللهجه وفي اشياء امور جنسيه اعتبرها فحشاء واعتبرها ايضا فجور وبسببها دينونه الله بتاتي على الانسان لما نقرا في الناموس المساوي بنقرا اول وصيه او من ضمن الوصايا العشر اللي بنقراها بنقرا لا تزني في خروج الشين وعدد 14 الزنا بحسب التعريف الكتابي هو الجنس خارج اطار الزواج يعني زوج او زوجه يمارس الجنس او في علاقه جنسيه خارج اطار الزواج يعتبر زنا هو كسر للعهد كسر العهد كسر للارتباط الالهي ما بين الزوج والزوجه وعشان كده الكتاب المقدس اعتبر ايضا خيانه شعب اسرائيل وعبادتهم للاوثان ما هي الا زنا روحي شعب اسرائيل بيزني روحيا يعني بيكسر العهد بينه وبين الله ويبقى ولاؤه وانتمائه وراء شهواته ده الزنا الممارسات الجنسية الأخرى يقول عليها كتاب فحشاء أو فجور كويس لكن الزنا هو كسر العهد وبسبب هذا الزنا بتأتي دينونة الله كمان زنا المحارم ممنوع العلاقة الجنسية في الأسرة الواحدة عشان كده بنقرا في سفر اللاويين واصحاح 12 اصحاح 18 ابتداء من عدد ستة بيقول لنا ايه؟ لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف عوره كلمه يكشف عوره يعني يمارس العلاقه الجنسيه معه انا الرب عوره ابيك وعوره امك لا تكشف انها امك، لا تكشف عورتها عوره عورت امراه ابيك، لا تكشف انها عوره ابيك، عوره اخت بنت ابيك او بنت امك المولوده في البيت او المولود خارجا لا تكشف يعني عوره يعني امراه ابيك، عوره كذلك امراه اخيك، كل هذه العلاقات الجنسيه اللي هي في إطار الأسرة الواحدة الكتاب منعها منعا شديدا أجي كمان إلى تحريم آخر الشذوذ الجنسي محرم في العهد القديم ونصوص كثيرة بتكلمنا عن هذا الأمر ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة أنه رجس اعتبروا أمر رجس الشذوذ الجنسي كمان ممارسه الجنس مع الحيوانات تقول لي ايه ده اه شعوب الاخرى وحتى النهارده للاسف يعني آآ آآ ممارسه الجنس مع الحيوانات الانسان بطبيعته الشريره وشهواته ورغباته كان بيمارس الجنس مع الحيوانات الجنس مع الحيوانات محرم ولا تجعل مع بهيمه مضجعك فتتنجس بها ولا تقف امراه من بهيمه لنزائها انه فاحشه كتاب منع كل ده كل العلاقات الجنسيه الغير مشروعه تسمى فحشاء فسق وزنا كل العلاقات الجنسيه بكل هذه لا تتنجسوا نتكلم عنها انه هي عبادة الشواذ الجنسي او زنا المحارم او العلاقات الجنسية مع الحيوانات بكل هذه لا تتنجسوا لان بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين انا طردهم من امامكم فنجست فتنجست الارض يبقى ده كان دينونة الله على الشعوب الابلاء العهد الجديد اكد كل تعليم العهد القديم المرتبطة بالممارسات الجنسية ولم يغير منها ولم يستبدل منها شيء، والرب يسوع اكد على الزواج بين رجل واحد وامراه واحده كما تحدثنا. الزنا والفحشاء ادانهم الرب. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه. الرب يسوع هنا خد الإنسان الى بعد جديد وهو ان مشكلة الإنسان الأساسية هي القلب مش الست لابسة اية ولا ماشية ازاي مشكلة الإنسان الأساسية هي قلبه وعش كدة من القلب الشرير بيخرج الزنا والفسق وال... وكل أنواع الفجور والكذب من القلب الشرير من القلب تخرج افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهاده زور تجديف كل هذه بتنجس الانسان طيب اجي الى جزء اخر ليني اكلم عنه في, ال... في الاخر ماذا عن الجنس قبل الزواج النهارده الجنس قبل الزواج بعض ب... للاسف بينادي بيها ما عندناش مشكله نجرب ما احنا ما احنا لو انبسطنا مع بعض هنتجوز يعني ده الفكره ان احنا نجرب ولو انبسطنا مع بعض يبقى احنا شخصيات يعني متلائمه وان شاء الله يعني ده يقودنا الى الزواج. العلاقه الجنسيه قبل الزواج هي خطيه. هي خطيه. الكتاب المقدس بياكد انه 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 مخالفه لتعاليم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد انه الجنس يكون خارج اطار الزواج، مفيش جنس خارج اطار الزواج، أي علاقة خارج اطار الزواج المعروف هي علاقة خاطئة. طيب، ماذا عن الجنس الطاهر ولا الجنس الآمن؟ يعني النهارده أقول لك سيف سكس، يعني ايه سيف سيكس يعني استخدم الكوندم وخلص الموضوع وكل واحد فيكم يروح لحاله، المهم ان احنا يعني ما يبقاش في نتائج للعمليه اللي احنا العمليه الجنسيه بتاعتنا، لا مرض ولا اولاد ولا اي حاجه، هي علاقه ساعه بتخلص وينتهي الموضوع، فالعالم النهارده بينادي بالسيف بالسيف جنس. طيب مفيش حاجه اسمها سيف جنس، جنس طاهر. والجنس الطاهر هو فقط في العلاقة الزوجية أختم وأقول كيف تحفظ نفسك طاهرا أول حاجة الكتاب بيقول لنا قاوموا إبليس فيهرب منكم تاني حاجة كتاب بيقول لنا اهربوا من الشهوات الجنسية اهرب منها تفتحش صدرك ليها انت اضعف منها اخر حاجة اطلب مساعدة من الرب ومن الاخوه اللي حواليك هنكمل مع بعض الحديث عن هذه القضايا الجنسيه المعاصره في الحلقات القادمه فالى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم